القضية الأخيرة، البعض يلح أنه لا اسمح لنا نعلق على المنشورات ومن هذا الكلام. أنا فتحت المجال في المنشورات، وجدت يعني ماذا أقول، كلام ما يختلف عن كلام الشوارع. حاط له رباط وقاط وكاط له قلم وقاعد لي على مكتب، وكلامه مثل الزبايل، كلامه كلام شوارع، كلام أزقة، كلام ناس مو صاحية. لهذا الآن قيدت بعد التعليقات، وقد أضطر إلى أن أجعل منشوراتي من دون تعليق حتى يعرف هؤلاء بأنه هم أقل من أنه يتطاول بلسانه علي وعلى أمثالي. أنا أشرف وأشرف كل من وراه، عندي تاريخي، عندي سمعتي، عندي تعبي، عندي تخصصي. أنا ما أتكلم على مود أنا عندي متعارك ويا فلان وعلان، دول بعض من عندهم أموات، أنا حياة بعضهم حياتي ما شفتهم. وهذا تخصص اللي يعجبه يعجبه، ما يعجبه خبط راسه بالحائط. وهذه القضايا من لي الأذرع هذه لن تكون ولن تستطيع إيقاف أي مسيرة في هذا الحساب وغيره. والآن ظهر بعض الأخوة جزاهم الله خير الجزاء يعملون من أجل أن يتعلموا هذه القضية ويتموا هذا الطريق. أنا فرحت جدا لما سمعت بأن البعض من الأخوة يريد أن، وعرفتم ما صدر من المرجع الأعلى السيد السيستاني بأن الإنسان عليه أن يتعلم من أجل الدفاع عن المذهب ضد كل هذه القضايا اللي جاي تحصل، اللي جاي تشوه سمعة الدين. والله فلان مرجع، مرجع بس مو مرجع، مو بكيفك مرجع لما الناس تقول عنه مرجع. أما إذا أهل الاختصاص يقولون عنه مو مرجع، هو يكون مرجع بكيفك، ما يصير لا بكيفك ولا بكيفي. لهذا أقول كلمة للمنزعجين من المنشورات، لا تتعبوا أنفسكم في أن تردوا فقط، تردوا يعني مجرد حتى واحد يقول والله رددنا، لا، أتعبوا أنفسكم في البحث عن الحقيقة، أتعبوا أنفسكم في البحث عن الحقيقة. ليس بيني وبين الأشخاص الذين راجعت الكتب التي رشحت للتدقيق أي علاقة، ولا زلت قلت وأعيد، الموقف الوحيد الذي رأيته من شخص راجعت كتابه وقلت أن كتابه فيه خلل واستجاب لكلامي هو الشيخ زمان الحسنوي. هذا موقف لا أنكره، ليس فقط أرسل لي نسخة من نفس الكتاب محققة بتحقيق جديد، وقال بأنه الكلام الذي قاله الشيخ في الطبعة السابقة كان صحيحا لأن الطبعة طبعت على عجل. هذا موقف يستحق الإكبار. وللعلم حتى خاف واحد يكون ما عنده صورة واضحة، شيخ زمان الحسناوي عنده أخ أكبر منه كان يعمل معي وهو صديقي، ومع ذلك أنا عندما رأيت كتابه لا قلت هذا أخو صديقي ولا ولا ولا، مباشرة كتبت عنده مشكلة الفلان الفلان. وهذا الصديق بالتأكيد عرف ولم يتصل ولم يعترض علي أبدا، لأنه إنسان مؤمن وليس عنده مشكلة في أن يقوم الإنسان بعمله. وقام وعمل معي في بعض المؤسسات وكان يعرف أنني إنسان مهني في عملي.
لهذا نريد من الجميع أن يفهم ما هو الهدف من هذه الأعمال، ولا يدخل لنا بقضايا يمين وشمال تسقيط ومعرف شنو هالسؤال، فخلوها على صفحة، لأنه بالنتيجة هذه القضايا لا تقدم ولا تأخر، لأن هاي القضايا مثل كما يقال الإسطوانة المشروخة. الإسطوانة المشروخة كل ما يتعاركون اثنين قال لك والله الشيعة موجودين بالنص، كل ما تتعارك دولتين قال لك إيران بالنص، كل ما تتعارك شو اسمه كل ما يصيرون اثنين عندهم مشكلة قالوا والله عندهم عين، كل ما يتعارك رجال ومرته قالوا عندهم سحر. هاي الإسطوانات المشروخة الإنسان عليه أن يبتعد عنها، لأنها ما راح تقدم ولا تأخر بالنسبة لي. وبالنسبة إلى السيد الحيدري أيضا، حتى قف واحد يقول بأنه ما ممكن هذا كله السيد الحيدري من الذكرى، السيد الحيدري لا زال لعله كتاب واحد يصل من كتبه وتنتهي كتب الحيدري ثم نبدأ بكتب طلاب الحيدري. وإذا تأخرنا بعد شهر، إذا تأخرنا في الحصول على الكتاب سنبدأ بكتب الطلاب. مو بس هاي، أصلا بعض من طلاب الحيدري أصلا رشحنا كتبهم حتى ندققها أيضا، لأنه بعض من طلاب الحيدري أيضا عندهم كتب وهم متهمون بالأصل، فمن الممكن أن تكون كتبهم فيها شيء. أنا لا أتهمهم من دون دليل، ولكن لأن الذي يرضى بالخطأ هو مؤهل للوقوع في الخطأ، وهم كانوا راضون بالخطأ. البعض منهم الآن يدرسون، عندهم دروس ودروس عالية، ولكن بالنتيجة خلص. هذا تمام الكلام في هذه القضية. هي قضية ليست كما يقال ليست طويلة ولكنها مهمة. وبالنسبة إلى جماعة العلاء وجماعة، طبعا تعرفون شنو قضيتها، الرجل